يا لهوي فضحتي. انا مش عارف ايه اللي مزعلك مننا يا سعاده البيه. اذا كان عشوائي اللي انا قعدت فيه مع المرجيحه هدفع 2 جنيه ونخلص. اولا انت مش اسكندراني يا خالو عشان تقول جني. عشان يعرف ان احنا مخربشين. مخربشين؟ انت شفت البسين فاكر نفسك في اسكندريه؟ وبعدين انت لما تتكلم اسكندراني مش هيخافوا منك، ده كده ممكن يحبوك. محاوله. انتوا تخرسوا خالص. خالص. بتقول لي خد الاتنين دول هيفضلوا رهينه عندنا لغايه ما عمليه السرق. ايه يا بتولي تبص لي كده ليه؟ اني اتنين هم اربعه اصلا بص. اني اتنين هم اربعه. صح. الغباوه اشتغلت. الحلوه دي ام ده. والوحش ده خال ده. هتاخدهم الاتنين يبقوا رهينه عندنا لغايه ما عمليه السرقه اللي هيقوم بيها الاتنين التانيين يا متولي اللي هم الاتنين اللي باقيين. مش كده؟ ايوه كده. لا اخص عليك يا شوكت. لا انا ابني ما يسرقش ابدا ولا يمد ايده على حاجه غيره. يا ترى مين اللي مد ايده؟ سيبيني ساكت ياما، سيبيني ساكت. يا عم ما تشوف لك اتنين غيرنا يعملوا اللي انت عاوزه. صدق عندك حق. وانا اقتلكوا واخلص. يا عم شوكت انت مش محتاج تطلع مسدس ورجاله ورهاين، انت شوف انت عايز ايه واحنا نقوم نبوس ايدك ونعمله. ماشي. العملية اللي هتعملوها دي نقدر نقول عليها سطو مسلح، ونقدر برضو نقول عليها سرقة بالإكراه. اخص عليك يا شوكت. لا أنا ابني ما ياخدش حاجة غصب عن صاحبها أبدا. فتسكتي بقى ياما في إيه؟ قاعد تتكلمي في وسط الرجالة، ما خلاص بقى. حاضر. خد الولية دي من قصادي. حاضر حاضر. ومعاها ده. ما انا قاعد ساكت اهو يا سعاده البيت، وبعدين كنت عايز اسمع بقيه الخطه. هسمعك الرعد في ودانك. خدهم يا متولي. بس بالراحه عليها. وكمان بتغير عليها. عم سرور. عم سرور النبي خلي بالك من امي. في عينيا. بس ما حدش يبقى يقرب من البدرور لما اقول له. معلش يا امي. يا دياب. عشان السر. عايز ايه بقى نطلعك؟ هنقذك. دياب. هننقذك يا امي. دياب. بالراحه يا عم. ندخل في الشغل بقى. وفي خطة بقى ولا هنعشوق؟ ايه؟ نعشوق نرتجل يعني. نعشوق. شوكت كلهم يتقالوا نعشوق. طب ما انت حلوة. طالع لأمي. طبعا. لا صايع. لا في خطة.